انطلقت النسخة الثانية من مؤتمر الخريجين السوريين في غازي عنتاب عبر فعاليات متعددة خلال يوم واحد بهدف مساعدة الطلاب بالدخول إلى سوق العمل بعد التخرج. تفاصيل أوفى مع وائل عادل في التقرير التالي. البحث عن الطريق للوصول إلى سوق العمل قد يبدأ من هذا المؤتمر بالنسبة للكثير من الطلاب السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية. لنتابع التفاصيل. مؤتمر اليوم هو خلينا نقول مساحة تجمع الخبراء، تجمع المتحدثين أصحاب الخبرات الطويلة، تجمع أصحاب المؤسسات والمنظمات مع الخريجين الناويين يدخلوا سوق العمل لحتى نوجههم للمحطة التالية بعد ما بعد التخرج. عدة فعاليات صارت لحد الآن، جلستين حوار، واحدة عن مسارات ما بعد التخرج والأخرى عن العمل عن بعد. في ورشتين عمل أيضا تحدث الآن، أول ورشة هي عن ريادة الأعمال، الورشة الثانية عن التحديات القانونية أمام حاملي بطاقة الحماية المؤقتة. بالتوازي في عنا معرض موجود فيه عدة مؤسسات، 19 مؤسسة ومنظمة عم تقدم خدمات، عم تقدم فرص عمل، عم تقدم فرص تدريب للخريجين الموجودين. في عنا ايضا فقره موسيقيه مع مؤسستنا للثقافه والفنون، ايضا عنا امسيه فنيه مع الفنان يحيى حواد. نختم برنامجنا اليوم مع تكريم لجميع الخريجين، منهم قرابه 35 شخص من الاوائل في جميع جامعات تركيا. بالحقيقة الفعالية كتير حلوة. أول شغلة جمعتنا بأشخاص زمان ما شفناهم. نقطة تانية، أنا هلأ كنت عم بعمل فتلة ستاندرات، فصراحة في فرص تطوعية، حتى في فرص عمل، حتى في تشبيكات مع مؤسسات أخرى، حتى في مؤسسات ما كنت سمعان فيها هلأ سمعت فيها، بالإضافة لفعاليات التكريم وإدخال الفرحة لقلوب المتخرجين، بالإضافة لمعلومات سمعناها في الحقيقة يعني ربما ما كان عندنا سابقا أرضية عنا، سواء معلومات قانونية، سواء نصائح من خبراء. هاي الخبراء صراحة نصائحهم كانت تكتب بماء من ذهب. نحن جينا كراعي ذهبي بالمؤتمر وبيرعى حفل التخرج كمان للخريجين السوريين بغازي عنتاب. دورنا اجى كدعم لهالفعالية من باب مسؤوليتنا الاجتماعية كمان تجاه الخريجين السوريين وشريحة الطلاب السوريين، بالإضافة لطرح فرص عمل أو البحث عن فرص لتوظيف بعض الخريجين من المؤهلين، بالإضافة أنه كان في فرصة كتير حلوة أنه نتقابل مع الطلاب والطالبات اللي تخرجوا، نعطيهم بعض نصائح من عنا من طرفنا كشركة بالقطاع الخاص. للتفاصيل أكثر ينضم إلينا عقيل بكور، مسؤول تطوير المشاريع في نادي الخريجين، معنا مباشرة غازي عنتاب. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية سيد عقيل، لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا المؤتمر والجهات المشاركة به، تفضل. أهلا عن سديمة، أهلا فيك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة المؤتمر هو نسخة ثانية مثل ما ذكرت حضرتك في المقدمة لمؤتمر أقمناه العام الماضي، بيجمع الخريجين مع أصحاب الأعمال والمنظمات لننقلهم للمحطة التالية ما بعد التخرج. صممنا برنامج المؤتمر ليكون عم يوجه الشباب كيف ينتقلوا لمحطتهم التالية اللي هي الدخول لسوق العمل، شو المسارات اللي بدهم يختاروها، على أي أساس بدهم يختاروا هاي المسارات، التحديات اللي ممكن تواجههم، افضل الممارسات للتغلب على هذه التحديات. كان معنا مشاركين في المؤتمر 4 رعاة ذهبيين، هن منظمه مضمار رحمي حول العالم، سامز وفيرست اسطنبول، وايضا 4 رعاة فضيين هن تريند اكس وسبيد اوف لايت، ايضا فريق ملهم التطوعي، بالاضافه لبيلدينج ماركتس. هي المؤسسات كانت مشاركه معنا، ايضا الفقره الموسيقيه قدموها ايضا مؤسسه للثقافه والفنون، كانوا موجودين معنا خلال فتره المؤتمر.
كان في ايضا مؤسسات مشاركه في المعرض المصاحب للمؤتمر، منهم شركات كبيره مثل امتلاك، مثل منظمه رجال اعمال سوريين اسياد، وغيرها من باقي المنظمات مثل بنفسج فيلدردي وغيرها من الشركات والمؤسسات التعليميه. طيب اذا اردنا التحدث هنا عن النقاط، المواضيع التي تم طرحها ونقاشها، ما هي؟ الحقيقه يعني اهم موضوع تم طرحه هو المسارات يلي بحاجه يفهمها الخريج وكيف ممكن يختار المسار ما بعد التخرج. في عنده اربع مسارات الخريج بعد ما يتخرج، هي مسار التوظيف اما في مؤسسات حكوميه او خاصه او خلينا نقول منظمات مجتمع مدني، في ايضا مسار هو رياده الاعمال، في مسار الاكاديمي هو البحث خلينا نقول والبحث الاكاديمي واكمال الماستر والدكتوراه او الدخول في الجامعه كمعيد او كمحاضر، ايضا المسار الاخير هو مسار العمل الحر الفريلانسنج. كان نقاش حول موضوع انه شو السمات الشخصيه لكل خريج لحتى يقدر يشوف انه هذا المسار هو مناسب له، شو التحديات في هذا المسار، شو الفرص المتاحه له. تم مناقشه ايضا في ورشات العمل التحديات القانونيه امام حاملي بطاقه الحمايه المؤقته بخصوص موضوع اذن السفر و خلينا نقول اذن العمل اللي ممكن يعني تطلبه المؤسسات الحكوميه في عند العمل مع اي شركه او منظمه. تم مناقشه ايضا مواضيع متعلقه في العمل عن بعد كحل بديل ل خلينا نقول التنقل والسفر امام السوريين اللي ممكن يكون تخصصهم قابل انه يشتغلوا فيه عن بعد. ايضا تم الحديث عن توجهات سوق العمل التركي، اهم الصناعات اللي تتميز فيها تركيا، تواجد هذه الصناعات وين عم يكون في اي مدن تركيا، التقنيات اللي عم يبحثوا عنها او اللي عم يستخدموها، توجههم خلينا نقول بتوظيف الخريجين من الجامعات التركيه. طيب إذا أردنا التحدث عن التحديات التي ربما تواجه اليوم هؤلاء للدخول في سوق العمل التركي بحسب ما تم نقله من قبل الطلاب، ما هي هذه الصعوبات أو التحديات؟ الحقيقة أهم ثلاث تحديات تواجه الشباب هي عدم موائمة خلينا نقول المعرفة اللي عندهم مع السوق التركي أو السوق العالمي، يعني في الفجوة الموجودة بين الدراسة الجامعية وبين متطلبات واحتياجات سوق العمل، هي أهم تحدي بيواجه الخريجين. التحدي الآخر هو تصميم المسار المهني. بعد التخرج أنا بدي أصمم مسار مهني حتى بدي يعني أبني فيه حياتي بشكل كامل، فهذا أيضا هو تحدي. التحدي الأخير هو موضوع التحديات القانونية، موضوع متعلق في التنقل بين المدن، الموضوع متعلق في إذونات العمل. هي المواضيع هي خلينا نقول تحديات رئيسية بتواجه الخريجين أثناء الدخول لسوق العمل، ونحن حاولنا في هذا المؤتمر بشكل أساسي نجاوب كيف ممكن على الخريج يتغلب على هذه التحديات، شو افضل الممارسات، شو نصائح الخبراء في هذا المجال. طيب تأمين فرص العمل، هل يعني من نتائج خرج بها هذا المؤتمر تتعلق بتوفير فرص عمل للشباب الحاضرين على الاقل؟ لا شك انه يعني فرص العمل بالنسبه للخريجين بشكل مباشر بعد التخرج بدون خبره مسبقه هو موضوع شوي صعب، لذلك كان التركيز على توفير فرص تدريبيه اللي هي انترنشيب. عده مؤسسات طرحت فرص تدريبيه للشباب الخريجين كبدايه لاكتساب الخبره وتطوير المهارات وصقلها للانتقال بعدها للدخول لسوق العمل بفرص عمل حقيقيه. فكان في تقديم من عده منظمات مثل سامز وغيرها من مؤسسات مثل لوران كمركز تعليمي او كمركز عفوا طبي، تم تقديم فرص تدريبيه لعدد من الخريجين. كان في منظمات او مؤسسات عم تاخذ السيره الذاتيه لحتى تعالجها لاحقا وتشوف افضل الاشخاص المرشحين ممكن تقبلهم سواء كوظيفه او كفرص تدريبيه. طيب ما مدى امكانيه وجود مثل هذا المؤتمر في ولايات تركيه اخرى غير غازي عنتاب؟ لان ليس فقط هنالك في غازي عنتاب فقط من يتخرج من جامعات، يعني هنالك عدة ولايات تركية تجمع هؤلاء.
صحيح. الحقيقة نحن مؤتمرنا ما استهدف فقط الخريجين من جامعة غازي عنتاب، استهدف الخريجين من جامعة غازي عنتاب والمدن القريبة حولها، بالإضافة لكل خريج مقيم في غازي عنتاب أو الخريجين اللي قدروا يستطيعوا يسافروا لغازي عنتاب. يعني أحد الأشخاص أو كثير من الأشخاص الموجودين في المؤتمر هن مسافرين من مدن بعيدة مثل اسطنبول، مثل مرسين، مثل زنجلدك. أحد الأشخاص اللي كان موجود في التقرير هو عبد العظيم، أيضا هو مسافر من مرسين وخريج من جامعة كوتاهيا. في طلاب كثير سافروا من مدن قريبه مثل كلس، مرعش، اورفا، ماردين وغيرها من المدن سافروا لحضور هذا المؤتمر. ان شاء الله نحن خطتنا في العام القادم يعني يكون في عندنا نسخه ثالثه لهذا المؤتمر عم تتكرر في اكثر من مدينه. شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات، عقيل بكور مسؤول تطوير المشاريع في نادي الخريجين، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لم الشمل. تفاصيل أو تجدونها على موقع تلفزيون سوريا. إلى اللقاء بأمان الله.